معانا كمان على التليفون اللواء عادل العمده المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا. سياده اللواء مساء الخير، اهلا بحضرتك، ويا ريت تكلمنا عن الذي تعكسه زياره الرئيس السيسي فجر النهارده للكليه الحربيه وتفقده لمراحل تدريب وتاهيل الطلاب. اهلا استاذ ريهام بحضرتك وبالساده المشاهدين والشعب المصري كله، ونقول لهم كل سنه وهم طيبين. اعتقد ان في رسائل كثيره جدا، وفي يعني شكل جديد جدا في العلاقه بين القياده السياسيه وشعوبها هنا بيمثل وبيظهر بوضوح وبجلاء في العلاقه اللي بيقدمها السيد الرئيس مع ابنائه من ابناء القوات المسلحه في الكليه الحربيه، وابنائه في كل المشروعات اللي بيحرص دائما على متابعه كل الاجراءات اللي بتتم فيها. يمكن شفنا النهارده كان في اجراء تم للسيد الرئيس من خلال تفقده للكليه الحربيه، وشفنا متابعته لبرامج التدريب في اطار المتابعه الجيده، وده مثل بيضربه باستمرار السيد الرئيس لكي يتواجد وسط ابنائه ويوضح لهم الحقائق، يهني الطلبه الجدد بسببهم للكليه الحربيه والتحقق بها، بيوضح الكثير من الامور اللي قد تكون غفله عليهم، بيشد الاسر اللي ربت وعدت وجهزت ابنائها لكي يتواجدوا في هذا المكان ليحافظوا على ما تم بنائه ويستكملوا المسيره في الحفاظ على الامن القومي المصري والدوله المصريه ومؤسساتها. بيرفع روحهم المعنويه، ما نشوف حضرتك نصحى الصبح كده نلاقي السيد القائد الاعلى للقوات المسلحه واحنا طلبه جداد لسه ما بقناش 5 ايام في الكليه الحربيه، هو اللي موجود معانا في ارض الطابور بيشاركنا اداء التدريبات الرياضيه، بيطمئن على الكفاءه القتاليه بتاعتنا ومهاراتنا واعدادنا البدني، بياكد حرصه على انه يتواجد في وسطنا، بيتناول وجبه الافطار، بيهنينا على انتسابنا للكليه الحربيه، بيوضح لنا الحقائق. يعني الزياره الاخيره للسيد الرئيس لفرنسا ازاي الطلبه يسالوه وهو يجاوب عليهم فيما يتعلق بتوضيح كافه الامور ويؤكد على ثوابت السياسه الخارجيه المصريه، واحنا دوله واحنا كشعب وسياستنا الخارجيه وثوابتها بننفتح على كافه الدول، بنصير علاقات متوازنه ومعتدله من اجل البناء والتعمير، بعيدا عن انواع الاستقطاب والمحاور و اللي بتستنزف الدول وبتخليها في كيانات متجهه او بتوجهات معينه واساليب معينه، لا احنا بنحافظ على امن والاستقرار في شراكات متوازنه، وفي شراكه استراتيجيه بيننا وبين فرنسا موجوده وقدمنا فيها، عملنا علاقات ثنائيه، مدى حرص الجانب الفرنسي على التواجد حتى في افتتاح المتحف الكبير وتواجده في وسطنا هنا وفي اثار الثقافه اللي بتعملها الدوله المصريه، يعني علاقات كثيره جدا، وايضا تناول التعاون العسكري المصري الفرنسي وصول لاعلى درجاته في تناول الكثير من الامور، واضافه عناصر جديده للقوات المسلحه المصريه اللي ابنائنا من ابناء الكليات العسكريه اللي بيتدربوا في الكليه الحربيه وحرصوا على لقاء السيد الرئيس النهارده هيتدربوا عليها، هيكون هي دي سلاحهم في المستقبل. هايل. طب ايه الرسائل يعني النهارده اللي توقفت امامها من خلال كلمه الرئيس لطلبه الكليه الحربيه سياده اللواء؟ هي عده رسائل، ولكن انا عجبتني كلمه، يعني فكر قبل ما تتكلم للطلبه، لما السيد الرئيس القائد الاعلى للقوات المسلحه ينبه ابنائه قبل ما تاخد اجراء وقبل ما تاخد فكر قبل ما تشير، انا كانت دي كلمتي دايما، فبحب وسمنت الفكره ان السيد الرئيس يطرحها لكل ابناء قبل ما تاخد قرار، قبل ما تتكلم، قبل ما تصدر اي شيء، فكر شويه، قليل من التفكير اكيد هيرشدك للدليل الصحيح او الفكره الصحيحه، فبالتالي يبقى النتائج اللي هتترتب عليها هذا الموضوع نتائج ايجابيه، نتائج جيده، يبقى حققت، قدرت تشخص صح المرض، قدرت تاخد العوار الموجود فعلا، قدرت التحدي اللي ظاهر قدامك بتقدر تحدده انك فكرت صح، فبالتالي تقيم اجراءاتك، تقيم اجراءاتك وتعدها في اطار تقدير للموقف، وتقدر تاخد القرار المناسب اللي جاب هذا الكلام. والعسكريين ما عندهمش اخطاء كتير، يعني دايما اتربوا على ان هم ياخدوا القرار المناسب في الوقت المناسب، فالحرص على الكلام ده وتاكيد السيد الرئيس ليهم ده نصيحه كبيره جدا جدا جدا، ودي اهم شيء توقفت عليه في الزياره، يعني الزيارات السيد الرئيس متكرره وللكليه الحربيه، ولكن التركيز على الجمله دي بالذات اعتقد ان رساله مهمه جدا في اطار معركه الوعي اللي احنا بنعيشها، ودايما الزرار بتاع الشير قريب مننا في ايدينا، دايما بنشير كل ما هو يعكس وجهه نظر قد تكون في اطار مصالح الاخر ضدنا، فبفكر قبل ما تتكلم كلمه انا بسمنها، ومن كلمات السيد الرئيس دائما ابدا بما تنير لنا الطريق فيه توضيح حقائق كثيره جدا واتخاذنا القرارات السليمه في الوقت المناسب. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء عادل العمده المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا.